طيب لو جينا نتكلم عن بنات هذه الايام عن بنات زمان، السؤال اللي دائما اطرحه دائما، البنات حق الايام انا اخ مش انت، انت كبير وانا كبير لا انا من بنات هذه الايام قالك بنات هذه الايام كلهم بلشيت كيف بلشيت يعني مش ملاح ليش يا خاله ليش؟ لا اسمك ما يستمع. ايش اللي مش عاجبك في الجيل حق هذا الايام؟ الجيل هذا قولوا المهر قدل الظهر اها وقام مع الشطة ومع اندومي ايوه تبقى شد هذاك الاندومي الشطة دخل اندومي وكمل ايوه طيب يا خاله يعني مش كلها ما في بنات مثلا متحملة مسؤولية عصامية مسؤولية وما هاش معايا عصيدين ولا اخبزين انا عن نفسي والله انا اعصد واخبز ما انا هنا انا اعصد بس هذا الحين هذا الجيل الجديد هذا ما الجيل الجديد عليك انت لا تعصدي ولا تخبزي لا والله انا اعصد واخبز تاكلين سفنة والله انا اعصد واخبز اعملها كلها يا خاله بالبيت والله بالبيت والله انا اعصد واخبز لما اجلس بالبيت انا ما اجلس شغلي كله انا اشتغل البرنامج هذا بس خلال فتره شهر شهر ونص نقول استبعد ابل التعصيدي والله اعصد واخبز ما تعذبيني ما اخداش واقسم بالله انا اعصد واخبز ولا ايش اخلي ماما الان تتصل تكلمي ما انا طيب. ما انا مش تقول لي بنتي ما تعملش شو خليك انت تعصدي الناس صح صدي ابو تونكره واعصديني معاهم انت على روحي